طبعا احنا في عنا قرار اخلاء للبيت كان في 9/3، ولكن المحكمة تأجلت لحد الان. احنا مش عارفين المحكمة وين راح الجلسة الجاية راح تكون. احنا تفاجأنا انه قوات الاحتلال طبعا مع البلدية اجت دقت على البيت عنا، على البيت طبعا في طريقة همجية. طلعنا فتحنا الباب، بلغونا انه في قرار اخلاء للغرفة، قرار هدم للغرفة اللي عايشة فيها الحجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح. ولكن احنا طبعا يعني انصدمنا من هذا القرار طبعا المفاجئ لقوات الاحتلال، لانه طبعا هم بيحاولوا انهم يستفزونا في حي الشيخ جراح في القدس كمقدسيين عايشين في القدس. احنا بيحاولوا انهم يهجرونا طبعا، سواء عن طريق الاخلاء تبع البيت او طبعا طريق الهدم او قرارات البلدية. فاحنا بنقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. واحنا طبعا الحجة مش راح طبعا تترك بيتها، لانه ولا راح كمان احنا نترك البيت، ولا راح كمان نهد زي ما هم بيزعموا انهم بدهم يهدوا الغرفة تحت الحجة فاطمة سالم اللي هي الوالدة. فاحنا يعني بنقول الحمد لله رب العالمين على الوضع اللي احنا فيه، والحمد لله على الضغط اللي هم بيسببوا لنا اياه حكومة الاحتلال والمستوطنين على حي الشيخ جراح وعلى احياء القدس. ولكن احنا بنقول هينا صامدين الحمد لله في حي الشيخ جراح، وصامدين في القدس واحياء القدس، وان شاء الله انه احنا بنضلنا الخط الدفاع الاول للمسجد الاقصى والبلده القديمه، وباذن الله تعالى احنا راح نضلنا مرابطين في الشيخ جراح وفي احياء القدس باذن الله تعالى. قد ما بدهم يعملوا ويسووا فينا احنا راح نضلنا موجودين.